مساء الخير. اليوم حلقتي هي حلقه استثنائيه الامانه، وانا قاعد اسولف مع ضيفتي فقاعد اقول انا شلون بقدم قدامك الحين. يعني انا بالنسبه لي ان انا قاعد مع استاذه وانا تلميذ امامك. ضيفتي اليوم هي شخصيه اعلاميه مرموقه في سماء الاعلام الكويتي، لها تاريخ طويل يفوق 25 سنه. للامانه انا شخصيا تعلمت منها وفوق 25 سنة، نقول طافت 30 سنة والله يطول بعمرها. الأمانة أنا تعلمت منها من خلال نقول التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وما في بيت كويتي ما يذكر اسمها. شخصية اليوم الإعلامية القديرة الأستاذة نادية صقر. الله يسلمك على هالمقدمة الجميلة الحلوة. هذه مقدمة من قلبي طالعة، ما كتبتها. بس أقول لك شيء، يعني دكتور علي، أنا من الناس اللي قلائل. لا لا، استغفر الله، شنو من القلائل؟ تطلعين بالتلفزيون؟ لا يعني اقصد ما احس بهالكل اللي قلته، احس اني توني باديه. ما احس انه انا من زمان، اوكي هذا كلها خبره حلو، بس ما احس، احس كل يوم في شيء جديد. بعد هالعمر الاعلامي والمشوار الطويل. اي والله انا احس كذي. يعني بس في ناس دائما يعني لما يطلعون في المجال الاعلامي من سنه او سنتين فخلاص هم يشوفون انهم ما ادري ايش فيهم، لان السوشيال ميديا تشوفين السوشيال ميديا تنجم الحين او تخلي الانسان خلاص. الحين انا وياك قاعدين نسولف من ساعه، انت بادي من متى؟ ايه كنا تو الحين، صح؟ صح صح، يعني التاريخ يمر، الايام تمر، الخبرات تنحط على بعضها اكيد، ولكن الحياه قاعده تتطور اكيد. كل خبراتنا القبل صارت زمن الجميل او من الزمن الطيب يسمونه، فخبرات هالوقت هذه مختلفه، خبرات التكنولوجيا، خبرات اللي مات الشباب، هذه كلها اضافات لنا، فكانك بادي من يده جديد. تشوفين استاذه ناديه ان البرامج اللي تقدمينها دائما كانك مذيعه جديده، تقدمين اي برنامج جديد انت تقدمينه دائما؟ لا ما احس هالاحساس، احس ان شيء جديد قاعده اقدمه بخبراتي القديمه، اضافه الى انه شيء جديد بضيف له شيء حلو. صح، هو في سر الناس يمكن سامعينه قبل، يمكن مو سامعينه، شلون دخلت المجال الاعلامي؟ يعني اول ما في ايميلات ولا في لا في مكاتيب. الزمن الجميل. مكتوب. شلون مكتوب؟ مكتوب عطله مخلصه ثانويه وقاعده في البيت، وعندنا الجريده مبطلينها قبل كلها جرايد، حلو، الاخبار كلها بالصحف. نعم، وما عندنا غير تليفون واحد في البيت يدرن كلنا نركض عليه عشان نرد على التليفون. فكتبت، كانوا كاتبين يا ليتني كنت خاشه هالاعلان، بس للاسف ما خشيته. احنا بحاجه الى مذيعين ومذيعات في اذاعه دوله الكويت. تذكرين السنه تقريبا؟ اي طبعا اذكر، لان انا لما خلصت كنا في العطله قبل لا اروح المعهد العالي، انا خريجه 82 ما شاء الله. اي فهالحكي كان في 79 79 بدايه 79 نعم، نهايه 78 يعني شيء كذي ما اذكر. نعم. بالضبط. دقوا علي عقب 3-4 أشهر، نسيت السالفه اني انا كتبت لهم، رح حطيتها في صندوق البريد. زين ما الاول اي 4 أشهر. فبعدين ماكو، اتصلوا علي في البيت قالوا لنا عندك اختبار، ورحت سويت كمذيعه، رحت سويت الاختبار على ما يا دورنا وسوينا الاختبار اللي انا في المعهد العالي للفنون المسرحيه اول سنه. كان شنو التخصص؟ نقد وادب مسرحي. نقد وادب مسرحي. اي فاشتغل يعني اشتغلت وانا قاعده ادرس. يعني دخلت المجال في الاعلام وانا ادرس في اولى معهد. ما شاء الله، يعني الاهل يعني هم متقبلين وقتها ان لما كانوا خلوا اخوي يصير معي مذيع. اخوي بعد لان عقبي على طول خلص. حلو. اي ف وكان صوته بعد حلو وصوته اذاعي. اكيد. فانا يوم شفت وايد في ضغوطات علي فقلت ايش رايك تصير مذيع؟ فتبين احد معاك؟ اي ابي 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 لا يقولون لي لا، حبيت الشغله يعني. اي 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 ف يا معي والله ونجح بعد، هم هو صار من يعني محمود صقر معروف. اكيد اكيد، والنعم فيه، من الاصوات الجميله. بس ليش اخترتي الاذاعه بالبدايه مو التلفزيون مثلا؟ لا كان وايد صعب، كنت ارفض التلفزيون. حتى اذكر الله يذكره بالخير عبد العزيز الحداد. نعم. عرض علي وايد تعالي وكذا، قلت له تلفزيون لا، مالي خلق احد يعرفني، ما ابيك، صوتي وكافي. اشوف ليومك هذا انا يعرفوني من صوتي اكيد، اكون لابسه نظارتي مثلا لما تحكي من
من صوتك عرفناك. صوتك مميز بالاذاعه ما شاء الله. صوت بالاذاعه خلاص صار صوت مالوف يعني. تعودنا عليه. تعودوا عليه. تتذكرين استاذه ناديه المذيعين والمذيعات اول ما دشيت المجال الاعلامي بالتلفزيون منو كانوا موجودين؟ والله انا اذكر الاذاعه اكثر لان لما اشتغلت كانت المذيعه اسماء دبوس يعني هي لبنانيه و وكانت يعني اعتبرها انا كويتيه من كثر ما أكيد يعني طبعاً. كانت يعني خلاص واحده من اهل الديره. صوتها كان جميل معبر هي بصراحه الى الان انا لما يسالوني اقول هي مثالي يعني. وكانت هي اول وحده اعتقد لان انا لما دخلت كنت طالبه اسمعها بالنسبه لي كانت شيء جديد ما كان موجود مثله لان كلهم كانوا كلاسيكيين. هي الوحيده اللي كانت وايد طبيعيه يعني نظامها كان شنها امريكيه وايد عفويه وطبيعيه وكانت تقدم برنامج صباح الخير يا كويت. هي من اول وحده قدمت برنامج صباح الخير يا كويت كانت تقدم بعدين تروح شغلها كانت تشتغل بشركه. فكنت انا اختار دوامي الفير عشان بس اقعد اشوفها واسمع صوتها بالاذاعه. تلتقين كنتي احد من مذيعات التلفزيون وقتها بتلفزيون الكويت؟ طبعا كنا من فوزيه الفلاح الله يذكرها بالخير الله. تحياتنا لها كانت موجوده وكانت تقدم يعني اخبار في الاذاعه وكانت يعني تسوي اعتقد يحررون اخبار. احمد عبد العال منتهى شكري الله يرحمهم الله. يعني منتهى شكري كانت مذيعه اخبار بس احتكاكي كان اكثر بالاذاعه. متى دخلتي التلفزيون وقلتي خلاص يعني او شو اللي شدك؟ بعد الغزو مباشره الله يرحمه بدر المضف كان هو المدير. رحت لقيت له انا ابي خاطري اسوي شيء وطني ابي اغطي الشباب وهم يطفون النيران اللي هي ابار البترول. ما قال لا اي ولا لا بس قال لي شوفي في الفريق واخذي الكاميرا وروحي. فشجعني وايد يعني فرحنا رحنا وسوينا حلقه مميزه عن اطفاء اخر بير. نعم واستمتعت وايد ومنها دخلت بديت اشتغل بالتلفزيون يعني كان هذا سنه 92 اعتقد او نهايه 91 وبعدين فتشيت شويه اشتغلت بالاذاعه وبعدين سنه 96 هو اللي سوينا تناتيف. احنا راح نوقف عند تناتيف وراح نكمل ان شاء الله معاك استاذه ناديه ولكن بالفقره الثانيه ان شاء الله. استاذه ناديه صقر واللايف ماب. اللايف ماب نتكلم فيه عن الحياه ونقصد فيه خريطة الحياة اللي هي الأسرة والحياة الشخصية العمل مناصب المال الصحة الشباب الشيخوخة الأسرار الشخصية تبقى خط أحمر وايد صح وايد حلو الروحانيات والمعتقدات والمكتسبات الاجتماعية. شنو أكثر دائرة شدتك من أول شيء؟ أنت معد رائع. شكرا هذه شهادة اعتز فيها. يعني غير شكرا وأنا مستمتعة معك في هالحلقة هذه شهادة اعتز فيها. الحين شو نختار؟ غمض عيني واختار ولا؟ اختاري الشيء اللي قريب من حياتك. احب الروحانيات. شو المقصود فيها الروحانيات؟ اتصالك بالله. لما تغمض عينك من وياك؟ الله. نعم. حياتك يمكن قبل احنا هذا الشيء موجود فينا كلنا بس الحياه ماخذتنا. كل انسان عنده هذا الشيء ولكن ما يدري عنه. اللي هو؟ اللي هو اتصالك بالله. انه هو طبعا هو يقول لك بلى انا احس فيه انا اصلي انا اشكر ربي. لا مو هذا المقصود، المقصود انك تحبه. يقول اي انا احب الله. شلون تحب الله؟ تحب الله معناته تشوفه في كل لحظه معك. شفت اللحظات اللي احنا مع بعض؟ يعني انا مؤمنه بان الله كتب لي اني انا ايهني واشوفكم واشوف الجروب في شيء في هدف الله كاتبه لي. فدائما الله معي واحس انه هو معي وهو قاعد يمشيني واحس انا سعيده بان الله معي دائما. إن شاء الله. ويعطيك ثقة ويعطيك أمان ويعطيك باور ويعطيك أنك أنت ما تخاف أي شيء يصير في حياتك. أعرف أنه هو حتى لو كان شيء شكله مو زين بس هو في باطنه زين لأن الله ما في أجمل منه وما في أحلى منه. الروحانيات أن روحك تكون سامية. نعم. تسمو فوق الأشياء الصغيرة مثل البشر الخلافات والأمور الصغيرة والحسد والغيرة يعني أشياء دنيوية تخلي الواحد صغير فيها. يعني انا قصيره لكن احس انا عملاقه. زين عملاقه في شعوري. اكيد
انتي في موقف حصل لك في حياتك حسيتي انك انت لازم يعني تتقربين اكثر؟ اي انا طبعا حصل لي شيء في حياتي خلاني اتفرغ يعني ممكن يعني شيء اسري يعني شيء اسري فصار سويتش. وبعدين صار في دروب في الحياه. هذا الدروب خلاني كذي مثل الله يبيني يقول لي ويك اب دوري الحين يلا انا موجود يعني. فالله سبحانه وتعالى كنت لاحيه وايد، كنت اقدم في الوطن، حياتي كانت وايد مبرمجه اني اقوم من الصبح افكر شنو البس اليوم، الساعه كذا لازم اروح اسوي شعري صح. والبس بس كنتي على هالمنوال استاذه نادي 3 سنين غير قبل يعني نذكر كتلفزيون الوطن قبلها برامج اخرى برامج يعني كحياه كمشوار اعلامي هم تلفزيون الكويت كنتي مذيعه وتقدمين برامج صحيح. وكان عندك هالروتين هو ميك اب وشعر ولبس والروتين الطبيعي. لا انا كنت مذيعه اذاعه فما كنت كذي وايد بس كنت ملتزمه ببرامج، احتاج اروح الفير بوكي غنائي 5 سنين صح، اقوم من الفير اروح اخلص برنامجي اي البيت عندي مشاوير اسويها ارجع ابي افكر حق باكر شنو بسوي حق البرنامج، يعني كانت روتين حياه. بس هذا الدروب خلاني شويه لحظه صمت، بالضبط كانك راكب حصان والحصان هذا سريع وايد وبعدين فجاه الحصان وقف. هل هالشيء له علاقه بالمانشيت اللي ذكرتيه في احد اللقاءات؟ مجله عبر مجله لها ارتديت الحجاب من قبل ثم خلعته والان ارتديته مره اخرى فقلت ربما ستخلعينه مره ثانيه اذا طلب منك. بثقه اذا طلب مني؟ اي فانت جاوبتي قلتي بثقه لا يا سيدي الفاضل اطمئن لن اخلعه مره اخرى فالحجاب اصبح جزءا مني صح. اما في المره الاولى عندما ارتديته فكنت اشعر احيانا بانني مخنوقه فليش كنتي مخنوقه من شوف انا حتى الحين اقول لك انا احب الحريه نعم. احس روحي تحب الحريه الحريه ما اقصد فيها اني اطلع وي لا الحريه اللي هو الانطلاق الحياة. مثل الطير اللي ما حد يقدر يمسكني زين فهذا احسه يربطك زين هو بس لازم انا احس ان انا هذا واجب انا عشان ارضي ربي لازم البسه زين ولكن احبه لا انا لابسته عشان ارضي الله. الحجاب هو عن اقتناع حاليا ام ان انت قلتي هو فقط التزام ولكن هو ما في قناعة؟ لا مقتنعة اكيد طبعا ما اسوي شيء وانا مقتنعة فيه يعني ومرتاحة وايد مرتاحة يعني سواء حسيت كذي ولا كذي هو لو انا مو مرتاحة ومو متقبلته كان ما يمكن احطه يعني. لان في الحوار الصحفي عندما ارتديته فكنت اشعر احيانا بانني مخنوقة وقلت في نفسي يجب ان يكون ارتداء حجاب عن اقتناع 100%. هذه بعد من اول مره ما خلعت الحجاب فكان شو السبب؟ هو سموها خلعانه رحت العمره ورديت وحطيت مثل الشال وتميت فيه فتره نفسيتي كانت وايد تعبانه فكنت مالي خلق زهد هذا كان من عقب الوطن وعقب سالفتي كذي الاسريه فكنت في هالحاله انا وطبعا الصحافه ركضه بسرعه تحجبت بعدين شلتي زين بعدين حطيتي الحين ها بتشيلي لا يا جماعه خلاص الحين انا من 2011 يعني 10 سنين قلت الحمد لله. ايش رايك مع ظاهره خلع الحجاب اللي صايره حاليا؟ تشوفين انه في يعني الناس يسمون هذا نوع من انواع الانفتاح خاصه اللي قاعد يصير خلع قناعات في النهايه هم مقتنعين يعني في ناس يقتنعون ان هذا شيء مو مهم المهم القلب المهم ان الواحد يكون انسان سوي وزين الله يحاسبه على اعماله ما يحاسبه على شكله يعني انا 100% مع ان الله يحاسبنا على اعمالنا اول شيء وبعدين يقول انتوا تحجبتوا ولا ما تحجبتوا لما انا اروح عند الله اكون محجبه ولابسه وحاطه ما ادري شنو انزين واعمالي مو زينه شلون الله بيقابلني يعني اذا انا لا ساعدت البشريه ولا قدمت خير حق احد تكلمت عن الناس اذيت الناس ما بريت الوالد ولا الوالدة ولا عملت أي شيء أشياء زينة يعني ومتحجبة وين بي الله سبحانه وتعالى سأل سيدنا موسى قال له شنو سويت لي قال أنا انبهر طبعا سيدنا موسى بالسؤال فقال أنا صليت لك يا ربي فقال صليت حق نفسك عشان تبي تثقل ميزانك نعم. فقال له صمت حق نفسك بتثقل ميزانك إيش سويت لي أنا فقال علمني فقال
شنو قدمت حق الناس حق خلقي. هل الحجاب قربك اكثر يعني روحانيا؟ مو بس الحجاب لا والله. انا صار في عندي ميول يعني ميول حتى قبل لا البس الحجاب، ميول الى قراءه الكتب اللي فيها علم روحانيه، علم تعرف الله اكثر. نعم. تتقرب اليه. حلو. تتجه هذا الاتجاه الحلو الجميل يعني. نعم. ننتقل للمانشيت الثاني. قابلت في برنامج الدكتوره العزيزه ابتهال الخطيب. نعم. وذكرت في لقاء سابق في البرنامج ان كل انسان حر بما يلبس ويختار. صحيح. ما فيها شيء انه يكون عندنا في الكويت او يكون عندنا شواطئ مختلطه، كل شخص حر بما يلبس في هذه الشواطئ. فانت ايش رايك بهالموضوع مع انطباع؟ انا مع انك تكون حر ومع الاحترام. يعني انت تكون حر الى حد، مو تكون حر و من يحط مقاييس؟ انت تحط مقاييس حق نفسك. يا خلينا نقول مثلا ديرتنا اعطتنا الحريه 100% تسوي اللي انت تبي. يبقى انت هل ترضى انك انت تكون مبتذل في او غير متماشي مع يعني؟ لا، انت لما تكون الله سبحانه وتعالى اعطاك هالجسم رجل او امراه يعني. نعم. فانت اللي اعطاك يا ربنا هذه نعمه، فانت تحمد الله وتشكره وتحترمه تحبه يعني. ما تخلي هذا الجسد ما تخلي يعني حتى الرجل يعني، انا اتكلم عن الانسان بشكل عام، ما تخلي عرضه للاهانات يعني ولا للابتذال. فانا مع الحريه، تختار تبي تلبس ابيض اصفر احمر، تبي تفل شعرك، تبي ما ادري ايش تسوي، تبي بس انه على الشواطئ أصير نفس باريس. إحنا في النهاية دولة إسلامية. نعم. الحين في أشخاص يطلعون يقولون في تناقض، يقولون إيش معنى أول يعني نقول كل واحد أول تلبسون اللي تبونه، تسوون اللي تبونه، وفي عمر معين يطلع تطلع هذه الإجابات أن لا ممنوع وما يصير. هذا هي ليست أقوالي وإنما أقوال البعض، أن في أشخاص يكبرون في العمر ومن بعدها يشوفون يعني انتهوا من هالمرحلة فيقولون احنا كنا غلط اللي سويناه. لا يعني احنا في دولة، انا ما اتكلم عن دولة، اتكلم بشكل عام، بشكل عام عن الحرية. المفروض نكون ديمقراطيين، المفروض نكون عندنا احترام للانسان انه يختار حياته. يعني مو حلو انه يكون عليك عصات، سو ولا تسوي، لا تسوي وسوي من نفسك، انت تختار. فالانسان هو يهذب نفسه ويعلم نفسه انه يمشي صح. فهل انت مع قانون منع الاختلاط في الجامعه ولا لا؟ انا مو مع منع الاختلاط، بالعكس انا ضد منع الاختلاط، لان راح يدرسون تحت قبه علم. احسن مكان يختلطون فيه الاولاد والبنات ويتزوجون هذا المكان، احسن ما انهم يروحون يدورون بعض في المولات ولا في اماكن غير زينه. هذا المكان يدرسون يتعلمون. ياما في ابائنا مثلا قبل في وايد ناس قصص تزوجوا من الجامعه، بس خلصوا وتزوجوا يحلوهم، ايش حالاتهم؟ نظافه ونيه زينه اكيد. الحين يفرقونهم وفي النهايه الله خلق ادم وحواء، لازم يلتقون. وين يلتقون؟ البنات الاولاد، ترى الشباب عمر الشباب مو مثلنا احنا، يفكر اللي عدى عمر الأربعين يفكر شويه بعقل، بس اللي عمره 20 ما يفكر بعقل، كله مندفع. نعم. فاحنا ليش ما نهيئ لهم جو صحي؟ الكبار اللي قاعد يفرقونهم، اللي قاعد يقولون منعوا الاختلاط، لان هم قاعد يفكرون تفكير وايد خطا، تفكيرهم جدا سيء، يفكرون بتفكير لا اخلاقي، ان هذول بيسوون كذي وهذول مو زين وهذول يختار. لا 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 لا، خلهم يختلطون اختلاط الصح اللي ما فيها شيء، تحت رقابه الجامعه ويدرسون. وبعدين كل رايح يدرس، انت رايح تدرس وهي رايحه تدرس. حلو. وشنو فيها اذا انت تعرفت عليها؟ خلينا نقول مثلا كل 100 طالب 10 تزوجوا. والزواج حلو. فانت تشوف ان 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 ما يصير معنى الاختلاط، لان ربما يصير هناك زواج وتكوين اسره. وبعدين ليش انا اسوي هذا المنع واخلي كان الرجل بعبع وان المراه هذا شيء ما ادري شلون صايره؟ وبعدين اخر شيء يطلعون من باب الجامعه يلتقون في الكافيه ولا يلتقون في السينما ولا يلتقون في السوق. يعني شنو هذا؟ هذا واحد يقص على نفسه. ننتقل حق المعتقدات والمكتسبات الاجتماعيه. ايش رايك في كلمه معانس؟ يعني الحين تسمعين هالكلمه وايد، انه ما تزوجت شي عانس انت، ليه الحين عمرتك الثراء؟ والريال اللي مو متزوج شو يسمونه؟ انت ايش رايك في الموضوع؟ انا بدي اسمي تسميه حق الريال اللي مو متزوج، اللي عمره الحين 32 33 34 وما تزوج، شو يسمونه؟ اذا سووا البنت عانس اعزب. لا مو اعزب، يعني خلي يسمونها هي عزباء بعد. فانت ايش رايك؟ انا ضد. شو تقولين حق ضد 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 الرجل اذا ما تزوج شنو فيه؟
ليش ما في شيء؟ يكون عادي شايل عيبه. بعدين يعني هي بالعكس هو اللي المفروض يروح يطق الباب ويتزوج، هو اللي يقدر وما تزوج، البنيه مسكينه قاعده وتنطر احد يطق الباب او احد يطلبها. ليش يسمونها يعني قسوه المجتمع عليها وهم تسميه سيئه؟ وبعدين اقول لك شيء ما ابي اقول في البرنامج ما ابي اتكلم لان ما ابي اظلم يعني الشباب. يعني فعلا لما تسال البنات ليش مو متزوجات؟ ما في ريايل. الريايل ما عادوا مثل قبل للاسف الشديد، ما عادوا. يقول لك انه لا يتحملون مسؤوليه ولا يتحملون ولا يبون يفتحون بيت، وكل يبي معاشه يستانس فيه صح، ويبون الوحده يكون مليونيره عندها فلوس عشان هي تصرف عليه. مفاهيم كلها اختلفت. مع ان المراه اللي توصل لسن ال 35 يمشي لها راتب وخلاص. انا مع قانون سلطنه عمان. اللي هو؟ قانون سلطنه عمان. فوق ال 18 سنه ريال او امراه تروح تقدم حق الحكومه يعطونها ارض. انت كمواطن عماني لك مره بالعمر قطعه ارض عشان تسكن. الحين 100 متر 200 متر اللي يصير، المهم يعطونك هالقطعه. انزين وممنوع تبيع هالقطعه هذه لين يصير عمرك 25 سنه عشان يعني يقولون وانت صغير يمكن احد يقص عليك. صح. فهذه نعمه من رب العالمين. اليوم المراه والرجل مو بس انا معه، لا انا مع ان بعد يعطونهم اشياء اكثر. مثل يعني اليوم وايد عندنا مشاكل، عندنا المرأة المطلقة مثلا اللي ما تحصل لها ما في بيت اي، والبنات مو متزوجات لما الاب والام يموتون يبيعون البيت ما عندهم مكان، والمؤجرين ما يرضون ياجرون لهم. يعني هي تتشرد وهي داخل مجتمعها. صح. تشعر بالوحدة والقهر وهي في مجتمعها. رغم ان احنا دولة سبقنا غيرنا في الديمقراطية والقانون والدستور يحمي كل مواطن، فاعتقد فحابه ان يكون في تعديل على القوانين. يعني كالبركه في اللي يدخلون المجلس من السيدات ولا سووا شيء؟ ما في ولا واحده ولا سيده دشت مجلس الامه كلهم ولا قدموا شيء حق المراه الكويتيه، ما في واحده فيهم حركت ساكن. حتى القرض اللي هو 70,000 نعم ما تدخلوا علشان يعملوا نوع من المساواه بينها وبين الرجل. يعني اليوم 70,000 راحوا التجار رفعوا الشقق، ما تقدر تشتري شقه ب 70,000. يعني ما سووا شيء. لو كنت انت عضوه في مجلس الامه يعني في 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 قرار بتتخذينه يفيد المراه؟ على الاقل اقدم الشيء اللي يرضي الله والباجي على الله. اللي بيحاربني انا بدافع عن حريم الكويت واحاول. ما كلهم دافعوا؟ لا ما دافعوا. لا ولا واحد بس منهم؟ بالكلام وبس في قبل لا يصيرون، قبل لا يدشون المجلس حطوا القمر بيد والشمس بيد وقالوا احنا واحنا، وطلعوا كلهم عندهم خير من الله وما قدموا شيء للسيدات الكويتيه. يعني هو باين راح تصوتين لامراه هالمره؟ لا ما اصوت لامراه ولا اصوت حتى للرجال هذيلي، ما اصوت لهم لان ما قدموا شيء للكويت بصراحه، واللي قدم للكويت واللي قدم واللي بيقدم ما يخلونه. يعني انا لو ما ابي اظلم البعض يمكن يكونوا بعضهم بس ما يخلونهم. ما يخلونهم الزينين، الزينين قاعدين ما يقدرون يسوون شيء. يعني وانا اتكلم عن المراه، اذا ما حست فيني المراه وداشه مجلس الامه من بيحس؟ يعني عندنا هذه يعني مشاكل قديمه وموجوده. نروح على دائره العمل مناصب المال. مشوار طويل ما شاء الله في المجال الاعلامي. هو يعني حتى انا ساعات يسالوني السالفه يحز شويه، يعني ليش ما شفناك منصب كبير في 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 المجال الاعلامي؟ منصب يعني في 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 مكانه كبيره، مديره اداره كبيره، وكيله، تدرجات الوظيفية الكبيرة هذه. ولو أن احنا شفنا أشخاص يعني أقل منك خبرة وسبقوك في 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 المناصب. اي نعم يحبون المناصب. أنا ما أحب المنصب لأن بس المنصب يعطيك قرار. المنصب لما تخليك تتخذين قرارات. المنصب فيه هنا عندنا لما أنت تصير صاحب منصب لازم تسمع الكلام فتسوي قرارات وتتوقع على قرارات أنت مو مقتنع فيها وتحسب عليك. نعم. ويكرهونك الناس وراح يقولون طالع سوى، وقد تجيك دعاوي وقد تجيك. لا شو اللي حابه تغيرينه في المجال الاعلامي؟ لو قلت لك ان في ماده حابه تضيفينها في قسم الاعلام حاليا في جامعه الكويت او في اي جامعه يدرسون اعلام، في ماده تحسينها ناقصه
او شيء لازم يدرس. ما ادري شنو قاعد يدرسون بالضبط. ادري انهم كانوا قبل لما كنت اسوي لقاءات معاهم انهم يعني عندهم شيء نظري وشيء عملي، انهم يروحون يسوون بحوث ويسوون. بس انت حابه تحطين شيء يقويهم يعني انا اشوف شنو يحبون هم. اذا قسم الصحافه مختلف عن قسم الحين الصحافه بعد يعني اختلف الوضع الحين. حتى الصحافه ما عادت صحافه يعني. يعني صاروا الناس كلهم يتجهون الى الموبايلات وعلى الوسائل التواصل تلفزيون واذاعه، وشايف انت الوضع بعد انتشار. فلازم يصير في ما يكونون في اكاديميه معزوله عن اللي قاعد يصير. نعم انزلهم الى الحياه، الى اي الحياه، وخليهم يتعودون ان هذا الوضع بيكون يعني هذه الاذاعات وهذه. نعم لو احنا عندنا نقول تلفزيونين. اوكي تلفزيون ابيض واسود ستينات حاليا هو هني، عندنا تلفزيون شوي على اواخر الثمانينات هني، هني ملون هني ابيض واسود. لو حطينا ثلاث مذيعات تلفزيون ستينات، ثلاث مذيعات في ثمانينات وتسعينات، شو اللي راح تشوفينه في فرق بيناتهم؟ فرق اللبس والشكل. هذا احنا في 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 نقله صارت. انا شخصيا من الجيل الجديد ماني عارف شو اللي صار. شو اللي تغير بالشكل واللبس وايضا بالاداء والتقديم، وايضا نقول نقارن التلفزيون الثاني الثمانينات والتسعينات. والله انا ما اشوف مثلا توصلني اشياء مثل امينه الشراح الله يذكرها بالخير تحياتنا لها، مثلا من اشوف ماما انيسه، مثلا من اشوف ليلى شقير، الاشياء القديمه هذه. يعني رزانه، احترام للكاميرا. نعم. طبعا هذه كانت مدارس قديمه شويه ها، بس ما زالت جميله لان فيها وايد كلاس يعني. يعني انت وايد تشوف وضع الحين يبون انك تكون ما يخلطون. ما تشوفين في زحمة ألوان بالشكل بالمذيعات في أو المذيعين؟ هم عارفين شو المشكلة، في مشكلة صايرة بال لأن ما في عندهم شيء اسمه مشرف لازم يكون في تلفزيون الكويت والقنوات الأخرى، يكون بشكل في مشرف عام. نعم. على اللوك. اللوك قبل لا يطلع الواحد إذا وايد ميك أب وإكسسوارات. يعني شوف أنا طالعة ما في إكسسوارات، يمكن خاتم يمكن كذي، عشان عين المشاهد يرتاح. في احد كان يوجهكم اول على هالشيء؟ لا انا اشوف لما المذيعه لابسه اقول واي عورت عيني يعني، انزين وايد مني واساور وعفسه يعني شنو هذا. بس ليش اول ما كان في مذيعات متحجبات بالستينات؟ احنا الستينات اصلا يعني الحجاب صار طفره. شلون؟ حتى امهاتنا تذكر ايام العبي، يمكن ما تذكر عبي كانوا على بوشيه، بعدين شالوا البوشيه صاروا بس عبي، وبعدين شوي شوي قطوا العبات كذي. ف الستينات كانت قمه الموضه بالكويت، قمه التسريحات الحلوه واللبس الحلو، وكانوا يلبسون قصير، بس الناس كانت مختلفه. يعني حتى لما تشوف البرامج ما في احد يطالع احد بنظره مو زينه. ما يقولون طالع هاي ايش لابسه مثلا مو زينه هذه، لا ما كان فيها الاخلاقيات. كان في النفوس كانت وايد انظف. نعم. الحين النفوس اختلفت. الحين النفوس اختلفت. والبهرجه هذه البنيه تحب تطلع حلوه، تمكج وتعدل وهذا وتطلع، بس منو المفروض كمذيعه امام الكاميرا يكون في مشرف على هذا الشيء او مشرفه على هذا الشيء، يعينونها الجهات الخاصه بالتلفزيون توقف تقول لا هذا لا هذا ايه، وبمحايده مو تتدخل بس لانها غيره ولا ما تبي هذه تطلع حلوه بشكل شخصي يعني. في الموضوع نقول شنو القرار اللي تمتلكينه في حال انك انت صرتي مديره برامج في احد اجهزه نقول تلفزيون الاعلام، وقلتي انا بوقف هالثلاث برامج، مو بمسميات بس تقولين هالبرامج هذه لازم توقف الحين، لازم ما تكون متواجده، مو يعني مو متماشيه مع لا انا لو بتقولي بقول اغير كل نظام الخريطة كلها. شلون؟ يعني خريطة التلفزيون من البداية للنهاية كلها لازم يتغير. احنا ما نقصد تلفزيون معين بس بشكل عام. اي بشكل عام يعني مثلا انا خلينا نتكلم عن يعني البرامج نفسها. الحين انت لما تشوف اي قناة اجنبية خلينا نقول مثلا انا قاعد اطالع اي قناة، هل اشوف المذيع يطلع يقدم الاخبار بطريقة اللي احنا نقدمها؟ فتشوفين في غلط لا اشوف وايد قديم. قديم؟ الطريقة قديمة.
طريقة تقديم الأخبار حتى قديمة. حتى البروتوكول مال الأخبار خلاص انتهى هذا. إحنا عيال الوقت غير، مختلفين، عيالنا غير. يعني لازم عشان يسمعون الأخبار، علشان أعطيهم شيء حلو، لازم يكون وايد، شفت العفوية، بس فريندلي بإطار إعلامي. في إطار إعلامي أخباري. أخباري. في إطار أخباري، هذا الأخبار. وبعدين ما في شيء اسمه الأغاني، لما أحط الأغاني أعبي وقت بالأغاني، أغاني قديمة، أغاني ما شنو، هذا معناته فلاس. التلفزيون لما يحط أغاني قديمة ويحط يعبي أغاني، صح. شنو هذا فلاس. ما عنده برامج، ما عنده شيء يحطه يعني. فأنت حابة توقفين أغير لا أغير هذا سيستم. كله سيستم، هذا كله يتغير. أنا أشوف بتغيرين أنت سيستم تقديم بكبرة، يعني هذا لازم يتغير، لازم يصير بكبرة. في شيء يصير up to date، احد يطالع خلنا نطالع التلفزيون. يصير صديقنا يعني. بس يقولون السوشيال ميديا سحبت التلفزيون خاصة الحين. إيه، لان التلفزيون قديم، من يطالعه؟ خلي يصير نفس السوشيال ميديا، راح يطالعونه. بس السوشيال ميديا في حرية اكثر، في ما في يتعدون، نقول مو الخطوط الحمراء. لا انا اقول لك شيء، انت السوشيال ميديا ترى بيدك. انا ما يطلع لي شيء غير اخلاقي، ايش دعوه طالعه؟ اطوفه اغيره، ما طالعه لا. واذا حسيت ان القناه هذه تعطيني كل الاشياء الحلوه اللي انا ابي اشوفها هني، اشوفها اطالعها. تابعين فاشينيستات لا نهائيا؟ لا، يمرون علي مرات اطوفهم. ليش؟ مع ان هم عندهم بروجكتات. احس انتهزون المجتمع، هم انتهزوا المجتمع الا القله منهم. يعني في زين، يعني يعرضون الشيء قد يكون شيء مضر، يعرضونه ويضرون في المجتمع عشان بس هي تاخذ فلوس، وهذا غلط. يعني في زين وفي شيء. وبعدين مثلا تعرض ان تبهر هالبنات الصغار بالاشياء اللي المفروض مثلا في البيت يعلمون بنتهم الالتزام كذا، طريقه كذا، الوسطيه، تي هذه تجرها الى طريق يمكن يكون وايد شيء، يمكن هي عارفه ايش قاعد تسوي، بس البنات الصغار ما يعرفون. بس ما تشوف ان هذا نوع من انواع التسويق الحديث؟ يعني كما يقولون انه نوع من هذا تخريب الحديث. هذا تخريب حديث، مو تشويق حديث. يعني انا اشوف الفاشينيستات قد تكون زينه اذا ادت مثلا تسوي دعايه حق كرسي، غنفه، اثاث، اوكي ما يخالف. بس تجيب لي كريمات وتجيب لي اشياء وتجيب لي اشياء تنوكل عشان تضعفين عشان كذا وتاذي. رايك بالمسلسلات الكويتية الحالية؟ تابعين مسلسلات كويتية؟ ايش رايك بالدراما؟ اطالع والله، يعني اذا برمضان ممكن اختار لي مثلا رمضان اللي طاف كنت اشوف الاحمدي. لا موسيقى بالاحمدي. حلو، استانست على العمل، وايد سوفت، وايد حلو، ذكرني وايد بالاحمدي، انا احب الاحمدي. العلاقات كانت حلوه. اي نعم، استانست، استمتعت. وبعدين ما في عنف، ما كان في عنف في المسلسل، فحبيته. حلو. ننتقل الى هذا الشيء ونربطه بالمنظره، وهي المراه. يعني الانسان يشوف نفسه. أي نعم. او يصير عنده احيانا هذا الشغف اني انا اكتشف نفسي اكثر. في ناس صدقين مو شايفين نفسهم من عمر بالمرآة، يعني او ناسين نفسهم، او انه انا ما اشوف نفسي الا لما احط ميك اب وبروح البرنامج. بس هي تعكس شخصية الانسان اللي هي نقول الصحة والشباب والشيخوخة. شنو حابة تقولين حق نادية صقر، الانسان اللي ما شاء الله يعني لها خبرة طويلة في المجال الاعلامي في الحياة، ليش ما طالع المنظرة؟ طالعها ما بين، انا اشوف الاخوان المنظره. ايش شو تقولي لها؟ الله، شو تقولي لها بعد؟ اقول لها ان شاء الله تظلين حلوه وجميله وروحك الحلوه تظل دائما هي العكس عليك الشباب. نعم. قد تظهر تجاعيد على الوجه، ولكن القلب النابض بالحياه ونابض بالحب ونابض بالسلام دائما يعكس عليك الاطمئنان، وكانك انت بعدك صغير. زعلتيها؟ نادية زعلتيها؟ أنا لا، ما زعلتها، يمكن القدر شوية، بس أرجع أقول كل شيء يجي من الله حلو، لأن دائما باطنة خير. والحين نادية دائما حابة أن تسعدينها. إي إن شاء الله أسعدها. إن شاء الله. إن شاء الله أنا أكون سعيدة لما أكون قريبة من الله. إن شاء الله، إن شاء الله ونعم بالله. هذا ماسك اللي هو يعبر عن الأقنعة الموجودة في حياة الإنسان. هل أستاذة نادية يعني
يوجب عليك انك تلبسين الماسك. نعم لازم تلبسين الماسك في حياتك. احيانا البس يوميا؟ لا البسه مع العمال. اوكي هذه الماسك لما اطلع للعامل. زين تلبسين الماسك؟ اي لما مثلا كنت ابني ولا شيء لازم اطلع لهم ناديه المقاول. اوكي البس الماسك. ليش ما سويت كذي؟ ليش سويت كذي؟ هذه مو انا. زين بس ادري انه لازم اصير كذي شدين عليهم عشان يخلصون شغلهم ويكرهوني. زين بس اطلع منهم اضحك. صح لانه مو شخصي. خلاص الحين الماسك اقط الماسك. بس احيانا تحتاج تلبس ماسك عشان تكون قوي، لان اذا صرت كما انت اكلوك الذئاب. عندك اشخاص بحياتك لابسين الاقنعة وما زلتي يعني متعايشه معاهم وهذه عشرة عمر شو تسوين؟ شو؟ هذه عشرة عمر ما انت قادره انك تبتعدين عنهم. يعني هم لابسين اقنعه في حياتك بس انت كاشفتهم وعارفتهم. اكشفهم ما عليك. يعني الناس القريبين مني. بس انت متعايشه معاهم. اللي قريبين مو لابسين. اي. يعني واذا كانوا لابسين شويه كذي خلاص مع الوقت تعرف انهم. بس انت ذكرتي تلبسين القناع يعني العمال يعني من الفكاهه يعني عشان تخلصين الشغل، بس تلبسينه في حياتك اليوميه؟ لا لازم. لا هذه انا. هذه انا لما يعني شفت انا شلون جيت وشفتك وهذا انا هذه كذي حتى ما طلعت على الشاشه هذه انا ما البس قناع، لكن التزم الصمت احيانا، مو قناع التزم الصمت. يعني مثلا رايحه حق مقابله التزم الصمت. نعم. ردت عليه رد مو زين، مثلا لما قال انت والله ما عندك مؤهلات لا تسمع، شو بترد يعني؟ شكرا انت مقتنع ان مؤهلاتك تسمح وزياده، بس هذا رده، ايش بتسوي يعني؟ فتسكت، مو لابس قناع عشان جامل ولا عشان شيء، لا. بعدين انا يعني خلاص راح وقت بعد الواحد يجامل و لما تكبر شويه الحياه ان شاء الله يعطيك طول العمر، راح تحس انه ماكو شيء يستاهل انك انت تجامل عشانه. وبس انت ما تكون وقح، لا ابدا، بس ان الحياه ماشيه يعني. استاذة نادية صقر شكرا لك. استاذة نادية صقر في فقرة The Box، ممكن تسحبين اول رقم من البوكس اللي تشوفينه؟ بسم الله. بسم الله. 13. 13 والسؤال يقول لو كنت وزيرة للإعلام ما هو أول قرار تتخذينه بشكل عام؟ الله يا ليت. إن شاء الله. إذا كنت وزيرة الإعلام أول قرار أتخذه أوقف الكثير من الطاقات الغير مؤهلة أن تكون مذيعين ومذيعات، وأهلهم أوقفهم وأسوي لهم دورات، كما أني أشوف في سياسة الإعلام، سياسة الإعلام الخارجية أعطيها حق ناس مختصين في ذلك، وأهتم أنا بسياسة الإعلام الداخلية، ما أكون أنا كوزيرة مهتمة بالخارج وما أدري عن وزارتي. نعم. نسحب بعد رقم. واحد. لو كنت وزيرة للصحة أول قرار تتخذينه؟ شكرا لكل وزراء الصحة، أنا ما أدري إيش يسوون، بس أكيد قاعد يبذلون جهد، البعض منهم جهدهم واضح، لكن إذا كنت وزيرة الصحة الآن مع انتشار كورونا أكيد راح أتخذ إجراءات وايد واضحة ومعلن عنها، وأطلع بالتلفزيون وأصرح وما أخاف، أكون قوية في كل الأزمات، وحتى لو ما في أزمات في أوقات العادية أكون صريحة وأكون مثابرة لتقديم صحة أفضل للمواطنين. نعم. وأحول جزيرة فيليشا إلى مصحة كبيرة، أخلي كل الناس اللي يبون يتعالجون برا يروحون فيليشا ويجيب لهم أحسن الدكاترة، وأستفيد ماديا حق الدولة. نسحب بعد رقم. بعد رقم كنا اثنين. مع أم ضد زيادة نسب القبول في الجامعات؟ مع أم ضد زيادة القبول؟ لا لازم نقبلهم عيال، وين يروحون عيالنا؟ النسبة المئوية، أن يرفعون النسبة المئوية أو يقللونها؟ لا يزيدونها. يزيدون النسبة مع إيجاد أماكن للدراسة. نسحب بعد رقم. الصندوق هذا أثري. أعتقد 17، لا 71. 71 أو 17 نقول. مع أم ضد تكويت المذيعين والمذيعات بأجهزة الإعلام الكويتية المحلية والخاصة؟ لا مع.
السبب؟ مع التكويت، ولكن ما يمنعني استعين ايضا اذا احتجت يعني. نسحب بعد رقم. 5. 5 يقول مع ام ضد اعطاء منزل لكل امرأة مطلقة ولديها عدد من الأطفال؟ مع 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 اعطاء المرأة الكويتية حتى لو كانت مو مطلقة، حتى لو كانت غير متزوجة وبلغت كذا من العمر، لها صار عمرها 35 40 ما عندها بيت، يحق لها بيت حالها حال اي رجل. وحتى الرجال اعتقد كل واحد، كل انسان كويتي لازم يكون له بيت. نعم. نسحب بعد رقم. بعد رقم 19. قانون تضعينه لاي شخص حاب انه يكون او تكون مقدمة برامج تلفزيونية، حابينهم يكونون مذيعين ومذيعات، وانت حابة تحط لهم قانون يعني احترام العمل، احترام، يكون عندهم احساس بالمسؤوليه، هذا اهم شيء، ويكون عندهم كاريزما، شخصيه اعلاميه، شخصيه تصلح، مو جمال، ما اتكلم عن الجمال، كل واحد حلو، لكن اتكلم عن انه يكون عنده حضور وعنده كاريزما وعنده عقل يفكر. نسحب بعد رقم. 23. لو كنت تملكين او 3 قرارات لتحسين وتذهيب وتطوير مجتمع باكمله، شنو هي هذه القرارات؟ عندك 3 قرارات تحسين انه راح يكون في تطوير فيها، تحسين سلوك مجتمع باكمله، امور كثيره راح تفيد المجتمع. قد اطلع قرار حق كل المحافظين، المحافظ اللي مو قاعد يشتغل يقعد في بيته احسن له. المحافظ لازم يجمل منطقته. كل محافظ لازم يكون في لمسات جماليه لمنطقته. اخلي كل منطقه تزهو بالاشجار، وكل فريج يكون فيه شير وورود. اشيل، ما احب اسميهم اللي هم مالوت القمامه، هذول الغيهم، اسوي لهم شيء بديل غير مرئي مخشوش ما يبين. نعم. ووايد اشياء راح اسويها. نسحب بعد رقم. 6. شرط تضعينه في عقد الزواج لاي رجل او للمراه. شرط؟ شرط في عقد زواج تحطين فيه شرط معين سواء للرجل او للمراه. احترام بعض. احترام بعض. لازم يكون في احترام. وايد شيء مهم بين الاثنين. ممكن يطبق هالشيء يعني كشرط يعني قانوني نقول. شرط قانوني؟ ما احط شروط لان هذا شيء علاقات. نعم. نسحب بعد رقم. 4. قانون حابة أنك تفعلينه وراح يكون في منفعة على المجتمع. قانون أفعله في المجتمع، قانون أسويه ممكن يكون له مصلحة. أغير طريقة التعليم. أغير طريقة التعليم من الروضة إلى الثانوية. أغير التعليم نهائيا واقتدي ببعض الدول مثل السويد وسويسرا وطريقتهم في التعليم اللي خففوا وايد من الحمل اللي يشيلونه على ظهرهم الاولاد ومن الواجبات المدرسيه، وخلي الحصص حصص قليله جدا وفيها عملي اكثر من نظري. نسحب بعد رقم. 11. منهج دراسي حابه انك تضيفينه للمناهج الدراسيه او تشوفين هذا الشيء ناقص في حب الوطن. تفضلي. حب الوطن. نعم. منهج عن الكويت، عن حب الوطن، احترام الوطن، التقدير للوطن، كل هذا عن طريق منهج جميل نعلم الاولاد شلون يحبون ديرتهم، عن طريق النظافه، عن طريق انهم يحترمون بعض، عن طريق الاتحاد، نعلمهم وايد اشياء، وكلها اشياء عمليه وليست نظريه. نسحب بعد رقم. بعد رقم. كنا وناسه. 3. كلمه حابه تقولينها للمذيعين والمذيعات اللي يدت في المجال. مو حابه اقول؟ حابه تقولينها. شيء حابه اقوله للمذيعين والمذيعات؟ قواكم الله لكل زمن رجال. نسحب اخر رقم. اخر رقم 20. افضل 3 مذيعات في الكويت حاليا من وجهة نظرك كأستاذة أكاديمية لها مشوار طويل في المجال الإعلامي، وجوابك راح يكون سبورت وهدية لهم. ما بيزعل احد، ان شاء الله كلهم حلوين وطيبين وبحبكم. فما في ولا مذيعه تشوفينها هي مميزه بوجهه نظرك؟ يعني في طبعا في مذيعات اخبار
أحيي رزانة أختي إيمان شهاب ولا عزاء، يعني إن أقصد إنه يعني ما أبي أبخس حق البقية، بس إيمان لأن أنا متابعتها. منوعات؟ في إيمان شهاب في المنوعات بصراحة أنا في الوقت الحالي مو قاعدة أتابع وايد، يعني أتابع مسلسلات أكثر. نعم. أستاذة نادية ثقر، نعم، يعطيك العافية. وصلنا الحين فور ذا فيوتشر. ذا فيوتشر نتكلم فيه عن المستقبل. حلو. واحنا راكبين اليوم ليموزين وهي ليموزين الخرينج. تحبين الليموزين استاذه ناديه؟ اي ركبت مره الليموزين. كانت عندي ذكرى حلوه مع الليموزين. شنو هي كانت؟ كنا معزومين غبقه الشيخ فهد الاحمد. اي نعم. وكنا لابسين الدراعه وكذي، وانا ومعاي اختي، ورحنا بالليموزين، وانا نازله كان ينكسر الكعب من الليموزين. اي والله، وانا نازله من الليموزين. عندكم غبقه؟ عندنا عند باب الاوتيل. بعدين واستقبال والكعب مكسور، تمت على ريل ونص. ريل ونص. لين خلصت الحفله. هذه شطاره مذيعه. اي هاي شطاره مذيعه. علشان لا يبين مشيني لان دراعه عادي يعني. صح صح. كانت ايام الحمد لله. احنا نتكلم عن الليموزين ونتكلم عن السياره دائما تمشي، اذا ما وقفناها ما راح توقف ممكن. صحيح. اذا خلص البنزين طبعا. يقولك حتى بالحلم السياره حياتك. حياتك. اي نعم. فنتكلم احنا عن المستقبل من خلال الليموزين، وان المستقبل لوين راح يوصل. الله يدري والله، الله وين ماخذنا. ان شاء الله. انا احس ان الحياه صارت وايد قصيره وقاعد تصير احداث غريبه. 2020 الله يستر علينا جميعا، ان شاء الله الامور تكون طيبه ان شاء الله. يقولون هذه السنه فيها يعني فيها كذي وفيها كذي، يعني متطرفه شويه. نعم. يعني في ناس ممكن تحصل لهم اشياء جميله جدا. أي. وفي ناس لا، الكواكب شويه فيها لوية كواكب. يعني ذاك اليوم قاعد اتابع او تابعين علم الابراج، مو الابراج، اتابع علم الكون، يعني علم الكواكب وكذي. فمثلا كوكب الشر، كوكب الوباء، اعوذ بالله من ذلك. يعني انا سوري ما عندي علم بهالموضوع. إن في اني انا اتابع كواكب، في كوكب اسمه كوكب الشر. اي نعم. وكوكب الوباء، يعني هذه دائره. اي يعني شوف، زمان اول قبل احنا ننولد كانوا عن طريق النجوم يعرفون كل شيء. يعني عشان تذكر قصة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن في بعض الناس من الفرس كانوا يشوفون النجوم، فيو الجزيرة عشان يدورون على المولود الجديد. نعم. من النجوم. فهو علم كبير، يعني احنا ما نعرف منه إلا القليل جدا. قليل جدا. فأعتقد إن 2020 في أشياء وايد كونية مؤثرة على الكرة الأرضية. نعم. فإحنا كبشر وايد لازم نستغفر ونرضي الله. كله الله. ونعم بالله. وين تشوفي نفسك أستاذة نادية بعد 5 سنوات من أو 3 سنوات؟ قاعدة في بيتي عند حمام السباحة إن شاء الله، اللي بسويه لصغيرون المشكنم. وحاطة الموسيقى. أنا أسمع عن بيتك وايد، شنو قاعد يصير بالبيت الحين؟ صدق كم بيت سويت وبعت، ولا عندي بيت الحين، بس الحين هذا البيت إن شاء الله. هذا الحين البيت ملكك ولا؟ هو طبعاً حقي وحق أولادي. نعم، نعم، فأول ما كان. الحين مستقبل، نتكلم عن المستقبل. مستقبل. اللي راح راح. راح. بس اللي جاي إن شاء الله هذا البيت أقدر أسويه، فهو يكون بيتي المشكلم اللي على قدنا. حلو. ونعيش في حياة حلوة ومريحة. برايك المستقبل واضح ام في سراب دائم؟ واضح بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا؟ اي بالنسبه لك. المستقبل اعتقد الله راح يخلي فيه دائما في اشياء حلوه. ان شاء الله. شنو هي المشاريع المستقبليه اللي حابه انها تكون في الكويت في الفتره المقبله؟ مع ان في وايد مشاريع، ولكن تحسين ان في 3 مشاريع او مشروعين حابه انهم يكونون. انا احب استثمرون جزيره فيلتشا. احب هالجزيره اللي طاف عليها الحين وايد، يعني وايد تاخروا، انه فعلا يستغلونها ويسوون فيها مصح كبير،
حتى الناس العادية يعني أنا بروح أسوي استرخاء أروح ألقى فيها طيور، ألقى فيها أشجار، ألقى فيها ريلاكسيشن، ألقى فيها حياة هادئة. هذه من الأشياء اللي أحبها. أحب يكون يمنعون بعد على البحر، ما يسوون وايد مطاعم ويخلون شوية مجال للناس إنها تشوف البحر وتستانس وتستمتع. مشاريع لا شك نحتاج مشاريع سياحية، مثل سياحية يعني حق أهلها، حق أهل الكويت. نحتاج إلى جانب الكافيهات والمولات. في دولة زرتيها وقلتي أنا أتمنى هالمشروع يكون عندنا، يعني مو شرط ترفيهي. أنا أحب لما أشوف والله أشوف أشياء بسيطة، يعني مثلا أشوف الأحياء مالتهم في الدول اللي شوية مرتبة. نعم. أشوف وايد يهتمون إن البيوت لازم يكون في فتشة وبينها وبين الشارع، في يحطون لاين حق البايسكل، يحطون لاين حق المشي، مو بس ممشى، لا في الفرجان. في الفرجان كله، مو مثلنا احنا مثلا 3 متر والشارع على طول. لا، اللي بيسوق قاري لازم يحط قاري على سيارته ويروح مكان مخصص عشان هذا. حابه يكون في تخطيط يعني عمراني افضل او طبعا تخطيط وايد مهم هذا. يعني وايد شيء حلو يجمل المناطق اكيد، يصير شكلها حلو. في سلوكيات حابه انها تندثر يعني في المستقبل، تختفي، تشوفين هذه السلوكيات بشريه؟ اي نعم. ما بيها تكون موجوده بعد، اتمنى انها تختفي تماما. يعني سلوكيات البشر صعب انك انت تمسحها او ظواهر او امور معينه، لكن هو اهتمام بالوعي بنظافه البلد، الوعي بالاهتمام لما يمشي الواحد بالشارع بسياراته ما يقط، ما يوسخ، ما يطلع على الاوادم، ما يحسون بالانا. مو كل واحد بس حاط دائره حوالين نفسك انه هو الوحيد اللي في الدنيا، لا، الناس مثلك، كل الناس مثلنا. نعم. لو جتلك الفرصة وقالوا لك عندك برنامج في المستقبل والميزانية مفتوحة، فشنو البرنامج التلفزيوني اللي أنت حابة أنك تسوينه وما سويتي؟ نعم. يعني حابة أنه يكون في المستقبل يكون عندك هذا البرنامج، وممكن هو يعني يجمع كل مسيرتك. يمكن أحب أسوي، أميل إلى البرامج الإنسانية. وايد أحب الشيء الإنساني، ويعني مثل خالد الشطي وايد انا مدحته، قلت له انت قاعد تسوي شيء انساني جميل جدا. لما تجيب شيء مشكله وتحلها. نعم. يعني مو بس تعرضها عشان انت تبين انك انت شاطر، لا، انت تجيبها لانك حاسب بالالم وفي حلول لحق المشكله. هذه قمه العطاء يعني الاعلامي. اكيد. استاذه ناديه صقر، عطائك دائم شاء الله. وانا وايد سعيد بهذه الحلقه. شكرا. وانت ان شاء الله، يعني انا كنت تلميذك، انا فان شاء الله نجحت بالاختبار معك في التقديم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، انا ما احس اني معاي تلميذ، احس انك ما شاء الله. شكرا. باع طويل واعلامي ان شاء الله موفق، خاصه ان اعدادك حلو وتقديمك حلو. شكرا. واشوف الكاست كله ما شاء الله يعني متالف متجانس جميل. الله يوفقكم. شكرا. الله يوفقكم. على فكره انا دائما احب واقدر اي معلم. نعم. علمني، سواء انا التقيت فيه او ما التقيت فيه أو تعلمت عنه عن بعد، بس أنا تعلمت من أستاذة نادية صقر التلحين بالكلام. هذا أول شيء، أول مرة أقوله. التلحين بالكلام. أي. يعني ما تقول الجملة دائما صريح العبارة، لا، في تلحين بالكلام، إنه يعني تكون موزونة. أو خاصة أنا تكلمت معك أيضا في البرنامج، لما حابة تنتقدين أحد ما تنتقدينه بأسلوب فيه هجوم، يعني بأسلوب لا، يعني يكون لبق وبدون ما تأذين أحد. والله أنت هذا إحساسك، أشكرك. شكرا. شكرا أستاذة نادية صقر، كل الشكر لجميل الأثاث، كل الشكر لليموزين الخرينج، كل الشكر فور ذا فلاور أوتلت. مع السلامة.